احتفل قيادة المؤتمر الشعبي العام وقواعده وأعضائه بالذكرى 41 لتأسيس المؤتمر الشعبي العام بتعز بحضور محافظ محافظة تعز نبيل شمسان والقيادات الحزبية والاجتماعية والشبابية والمرأة من جميع الأطياف السياسية والمجتمعية كتعبير واحد بأن التلاحم الوطني تمثله تعز التي فيها النسيج الفكري والثقافي والوعي السياسي الطاغي في أيديولوجيتها الاجتماعية. بمناسبة ذكرى 41 لتأسيس المؤتمر الشعبي العام تحت عنوان التلاحم الوطني ضد الكهنوت الحوثي السلالي، نهنئ القيادة، قيادة المؤتمر الشعبي العام، كما نهنئ كل مواطن يمني شريف حر بهذه المناسبة التي كان لها الدور الكبير في تأسيس الديمقراطية والحرية التي أسسها الزعيم الشهيد الراحل علي عبد الله صالح، الحاضر في قلوبنا وفي قلوب كل شعب اليمني وكل مواطن حر شريف. نهنئ هذه المشاركة وجميع المشاركين والحاضرين التي عقد فيها قاعة الاحتفال والتي كانت لا تتسع لهذا العدد الكبير، وللأسف في ظل هذا التوتر الموجود أو في ظل هؤلاء الحاكمين الفعليين لمحافظة تعز، لكن ظل المؤتمر الشعبي العام نابض في قلوب جميع المواطنين. عبر العديد من الحاضرين على أن المؤتمر الشعبي العام بتعز سيعيد أمجاده المحفورة في أذهان وأفكار الشباب الذي يطمح بأن يستعيد ألقه المتجدد. اليوم نحن نحتفي بهذه المناسبة العظيمة، مناسبة تأسيس المؤتمر الشعبي العام، 41 عام من النضال والعطاء والقوة والتحديات العظيمة التي تعداها هذا الحزب، ولن نقف هنا بإذن الله. إن شاء الله سوف تكون الأيام القادمة أفضل من التي سبقتها، وسوف نقدم للمؤتمر أكثر مما أخذنا منه. نحن الجيل الصاعد لم نأخذ منه شيئا، وإن شاء الله سوف نقدم له أكثر مما أخذوا من قبلنا. الفرحة تعم الجميع بالاحتفال بتعز كرمزية أكيدة تؤكد بأن تعز قادرة على نبذ الخلافات جانبا لمصلحة الوطن. اليوم مدينة تعز بكل أطيافها تحتفل بالذكرى 41 لتأسيس المؤتمر الشعبي العام الذي كان مظلة لكل الأحزاب السياسية والذي حكم يعني خلال الفترة الماضية، واليوم نعيد الذكرى هذه لتمارس العمل السياسي في مدينة تعز فيها التنوع وفيها الأحزاب السياسية التي تمارس في هذه المدينة الوحيدة عن بقية المدن الأخرى، ونحن فخورون بهذه اليوم وفخورون بكل السياسيين الذين حضروا اليوم وبكل المنظمات المجتمع المدني الذي شاركت الاحتفال المؤتمر الشعبي العام. سلام ينشده الجميع وتكاتف الأحزاب في اليمن، نبراس حياة ووجود وحضارة تمثلها تعز بكل قوتها وحضورها. صباح الخير، صباح مؤتمريون شامخ شموخ الجبال. اليوم يوم استثنائي تمام في مدينة تعز، يوم يختلف عن الأيام الأخرى، يوم اجتمعت فيه كل الأطياف السياسية للاحتفال بتأسيس المؤتمر تأسيس المؤتمر الشعبي العام 41 للمؤتمر الشعبي العام، وهنا كانت الفرحة لتعز تختلف تمام. فاليوم القلوب كلها اجتمعت، كلها اصطفت، كلها حول تمام الوطن، ولا نقول حول المؤتمر بس نقول حول الوطن تمام. فاليوم يوم تعز الذي هي ولدت من جديد، ونحن سعيدين بهذا التوافق، سعيدين بأن نحن ننسى الماضي، ننسى كل خلافاتنا في تعز، نكون نموذج للمحافظة الباقية، يد واحدة من أجل أبنائنا، من أجل وطننا، من أجل تعز الذي هي مغيرة الأحداث سابقا وحديثا ومستقبلا إن شاء الله. بالنسبة لليوم تعز تعتبر حافلة من جميع الأطياف السياسية، فهي تحتفل بذكرى تأسيس المؤتمر الشعبي العام، ذكرى 41 لتأسيس المؤتمر الشعبي العام الذي جاء من جميع الأطراف السياسية واللي موقع عليه جميع الأطراف السياسية. بالنسبة للمؤتمر الشعبي اليوم يعني رونقا واحتفالا في تعز، الشوارع تمتلئ بالجماهير، المنتزه يمتلئ بالجماهير، القاعة تمتلئ بالجماهير، يعني اليوم العيد الوطني، العيد الذهبي يعتبر لتعز. هذا هو التلاحم الوطني الذي تمثله محافظة تعز.
جميع أطياف الأحزاب السياسية تحتفل بالذكرى 41 لتأسيس المؤتمر الشعبي العام في محافظة تعز.